ظبطها. هي دخلت انا مره ثانيه ليف اند ستارت، المفروض انا هسه انا بقدر اعرف وين موجود انا. هاي في هون مين هذا؟ فايزه ولد علي، هذا رسمك يا فايزه؟ قولي شنو هذا بترسمي انت؟ هيك دخلت يا ادهم، خلص جاهزين انتم. اذا مشان اصل لهذا الكاينو مثلا الستيت هذا بده يكون عندي البيرسون البيبل ليست، وبده يكون عندي واحد الاولاني نعم كمان مش عامل شيء. شو هذا ده بالمره اليوم انا تمام. اذا مشان اصل لهي القيمه بده يكون عندي انا البيبل وبين اقواس مربع رقم مثلا واحد او اثنين او كذا، بعدين بده يجي عندي اللوكيشن بين اقواس مربع، بعدين بيجي عندي الستيت. اذا هذا الباث مشان اصل لهي القيمه. هسه هذا الجيسون له رولز زي ما انتم شايفين كلها اقواس اقواس كيرلي، هذا معناه انه في لسته، هذا معناه انه في عندي اوبجكت، هذا الكي وهي الفاليو، هذا الكي وكل هاي الفاليو، هذا كي وهاي فاليو وهكذا. هسه اذا احنا هون كومنتس بهذا الفايل بتقدروا شو تحطوا بهذا الفايل، لا بده يكون عندي كي وبده يكون فاليو. اذا انا شلت الكي والفاليو مع بعض هيك يعني شلتهم انا، مش هيك هيك ممنوع، اذا سحبته ولغيته من الفايل ما بيعطي عليه ايرور، بس اللي بصير انه اذا بتحاول تصل لهي المعلومه بيعطيني ايرور. اوكي بده يعطيني ايرور. فنحن مبدئيا هذا له اورجنايزيشن معينه بهذا الشكل، وزي ما انتم شايفين الاورجنايزيشن تبعته سهله، الاورجنايزيشن تبعت الفايل هذا سهله، مشان هيك بيستعملوها في الاغراض نبعث البيانات ونستقبل البيانات ونحطها في الداتابيس، نحطها بفايل نسحبها من الفايل، مستعمل بكثره هذا الفورمات اللي هو الجيسون. بس انا بعدها وصلت لحد هون المره الماضيه وقلت انه هون عندنا احنا المين، عندنا الكونفيرت، هاي الكونفيرت كانت مطلوبه ليش؟ مشان الديكود. بعدين عندي انا هون ستيتلس ويجت، وبينها حطينا الماتيريال اب، وبعدين ستيتفول ويجت. انا كان هون لازم عملت المره الماضيه غلطه مطبعيه انه كانت عندي هون ستيتلس، لازم تكون ستيتفول لانه انا هيني عرفت الستيت. لاحظوا اللي بصير شو هو؟ تفضلوا اهلا وسهلا يا ساجده. اللي بصير انه اذا انا بدي اخليها هاي بهاي الطريقه بدي اضطر احط فاينل، يعني بالستيتلس ويجت لازم هاي الفاريبل تكون فاينل مشان تزبط معي. بس احنا هون مش فاينل، بالتالي هاي ستيتفول ويجت. هون في عندي اول ميثود بدي اياه، طبعا هذا الفاريبل كان لازم بدي اياه مشان اعبي فيه البيبل ليست اللي هسه موجوده في بالجيسون فايل. هاي كان لازم تكون موجوده لانه هاي اللي بتعمل ريدنج. هون احنا بنعمل ريد وديكود، مشان نعمل ريد في عندي اسينكرونس ميثود. شو الهدف من الاسينكرونس ميثود؟ شو الهدف منها؟ الهدف منها انه انا عندي ايش هون؟ احكي بالضبط. لا مش دايركت بتقراي في البيانات، والوقت اللي بتقراي فيه البيانات البرنامج تبعك بيشتغل، يعني في الوقت اللي بتقراي فيه البيانات البرنامج بيشتغل. نعم كانه ثريد بس هو مش ثريد، هو كانه ثريد بس مش ثريد. مشان هيك هون حطينا هاي الاسينكرونس ميثود. هسا الاسينكرونس ميثود هون بتذكر، يعني هون بتذكر انك بدك تطول معلومات من جوات الفايل اللي عندك على الديسك، على الديسك. فاحنا هون ديفولت اسيت باندل، هاي معناها انه احنا بدنا هون نعمل لودينج للسترينج اللي موجود في الاسيتس، يعني موجود عندنا جوات البروجكت يا فايزين، يعني جوات البروجكت في عندي الداتا وبدي اطولها من جوات البروجكت، هاي عندي جوات البروجكت موجودين. اوكي يعني هاي مش لما بقول ديفولت اسيت باندل هون ما بدي اجيبه من النت، هون بدي اجيب الداتا من اللوكال من فروم ويذين ذا سيم بروجكت. عملنا لودنج للسترينج، اذا اخذنا كل هاد الفايل على شكل سترينج مش مقطع، مشان اقطعه ايش؟ مشان اقطعه كي فاليو، هينا قطعناها كي فاليو، اذا حطينا هون دايناميك جيسون هيك جيسون دوت ديكود وهي السترينج طبعا هيك قطعناه. بعدين بدي اتاكد انه موجود هذا الويجت جوات الويجت تري، مشان اول ما نحطه في الويجت تري اعبي الداتا تبعتي جوات
البيبل ليست. كيف بعبيها؟ بقول انه هذا الجيسون داتا وهاي قيمه الريزلتس. لاحظي هذا الريزلتس هي مش كلمه عشوائيه، يعني لو اعطوا هون ريزلتس 1 بصير في عندي ايرور ايميديتلي بعدها، بصير ايرور مش بالسنتكس لما اجي اقرا بده تصير ايرور. ليش؟ لانه البيبل ليست هون عنده ريزلتس مش ريزلتس 1. اوكي، يعني انا هسه اذا بتطلعوا هون عندي مشكله مع الصور، مش عارف ليش مش راضي ياخذهم، بس هي موجود هون الداتا موجوده. بس اذا انا بدي اخذ هون، اذا انا بدي اخذ هون احط مين 1 واعمل له ران، بهاي الحاله راح تروح القصه خلص، بطل يجيني شيء، بيجي بطل يجيني شيء لانه خلص يعني مش قاعد يصل للمكان المطلوب، مش قاعد يصل للمكان المطلوب. هاي النقطه تاخذوها بعين الاعتبار. بعدين تطلع كمان لشغله مهمه كثير، انه هون اقواس كمان مربعه لانه هاي ممكن تخربش، يعني اذا حطيتهم اقواس مدوره ما بعطيكش عليها ايرور بس بعملش شيء كمان. يعني هاي التفاصيل الدقيقه ممكن تكون مهمه. هسه بعدها اللي بصير كالاتي، احنا بنشغل البيبل ليست ابون انيشاليزيشن. ليش؟ مشان لما نحط نحاول نعمل نرسم الويجت على الشاشه تكون اوريدي هاي الويجت الداتا تبعتها اللي بدها تعملها الاستعراض على الشاشه صارت موجوده. يعني انا عندي عمليه اللودينج وعمليه الجرافيكال يوزر انترفيس. اللودينج لازم يصير قبل ما ارسم، مشان هيك حطيناها في الاني ستيت. هاب هاي عاده الاني ستيت هي بتشتغل في بدايه الويجت، وعاده ما نحطش فيها شيء، هاي اوتوماتيكلي بتشتغل في بدايه كل ويجت. احنا ما نحطش فيها شيء، بس هالمره بدنا نحط فيها ايش؟ بدنا نحط فيها البيبل جيت بيبل، هاي اللي هي هاي الميثود، مشان اول ما ينحط الويجت في الويجت 3 اوتوماتيكلي نعمل اللودينج لهاي الداتا، وقبل ما ندخل على الجرافيكال يوزر انترفيس ويبلش يعمل لي بيلدينج بتكون الداتا صارت جاهزه. ماشي؟ هسا مشان هذا الحكي يزبط، في عندي انا هون الاسينكرونس ميثود. الاسينكرونس ميثود هاي شو بتساوي هون؟ هون احنا بنشغل وبنكمل، بنشغل وبنكمل، يعني بنشغل هاي الميثود وبنكمل التنفيذ. اذا يعني بنكمل التنفيذ. هسه طلع لما باجي بشغل هاي الميثود بذكر انا هون عاده بذكر في هذا السطر لانه انا بدي استنى على بين ما اعمل هذا السترينج واعمل له لودينج، اوكي اجيبه بعدين بعمل له ديكود الى اخره الى اخره الى اخره. هسه مشان تبين معنى انه عن جد هاي هذا بضل مكمل، عن جد بضل مكمل، انا ممكن هون اعمل برنت مثلا لاقول هون افتر. هسا الهدف من هاي الافتر بس اقول انه لما نشتغل هون طلعوا، وهون بدي احط له كمان برنت، بدي احط هون برنت واقول جوا جيت بيبل. هسا الفكره هي كالاتي، السؤال بصير مين بتنطبع قبل الافتر ولا الجيت بيبل؟ فاهمين علي شو؟ هسا اذا مزبوط هاي اسينكرونس ميثود، اذا مزبوط اسينكرونس ميثود وانا بشغل اسينكرونس ميثود وبكمل شغلي، معناته الافتر لازم تنطبع قبل الجت، لانه في الجت هاي المفروض تشتغل بعد ما اطول، يعني بدها تتاخر شوي، المفروض هاي تتاخر شوي. بس اذا هاي بدها تتاخر شوي معناته هاي بتطلع قبلها. اذا اللي بصير احنا بنشغل هاي الميثود وبنكمل على طول عمليه الطباعه وما بنستنى عبين ما تخلص هاي الميثود اللي عندنا، وبالتالي لو بستنى كان الجت بيبل لازم تيجي قبل الافتر. كليك هون، اروح على ران، كليك. طيب ليش هذا مش راضي يشتغل؟ ليش مش راضي يشتغل؟ كليك. اعمل له ستوب. وين ما هو اشتغل؟ هذا لازم اعمل له كليك يشتغل. ستوب شير، ستوب شير. بدي اعمل، ما هي المفروض يعني. طيب اوكي خليني اسكر. قلت كذا بس هو المفروض يشتغل بدون ما اسكر انا. هسه المفروض انه يبين معنا. نعم، لا لا، هون بدها تبين، هون بتبين مش على البراوزر، بده يبين عندي هون. تفضل. اهلا وسهلا استاذ وفاء، تفضلوا. موافق. نعم، انا محل صمود فوق 217، 217
هلا هلا. بطيء بطيء. طلعوا الافتر اجت قبل الجيت بيبل. الافتر اجت قبل، يعني احنا اطلعنا الافتر بعدين اطلعنا الجيت بيبل. شو الحكي معناها؟ انه هاي ما استنينا قبل ما تخلص الجيت بيبل، لو استنينا كان بيجي الجيت بيبل بالاول بعدين بتيجي الافتر. فهي هيك الفكره، مشان هيك هون ببين انه هاي عندي اسينكرونس ميثود، يعني انا شغلتها وكملت، انا بس اعطيت اشاره وكانها ثريد وكملت. ماشي؟ اذا هي هيك الفكره. اذا هون عندي الانيشال، هاي عاده نستعملها لما بدي افرز ما بين الداتا اللي بدها تطلع عندي وما بين الجرافيكال يوزر انترفيس الرننج. يعني مشان ارسم الرسمه على الجرافيكال يوزر انترفيس واطلع الاسماء واحطهم في روز وكولومز والى اخره، بدها تكون الداتا جاهزه. كيف بجهز الداتا؟ بحطها في الانستيت، بحط الميثود اللي بدها تعمل لودنج في الانستيت، وبالتالي بجهز بهاي الطريقه. خلص، هذا انا مش بحاجته، هذا انا مش بحاجته، وبكمل هون. هذا كان الميثود تبعنا، بس مشان الحرف ليش هاي بضلوا عندي انا يعمل لودينج بهاي الطريقه. الحرف الاول يكون كابيتال والباقي يكون سمول. يلا طيب، شو السبب؟ هسه بك انا شغل هين بتاخر كثير. الحرف الاول هو كابيتال وباقي الحروف سمول. الحرف الاول كابيتال والباقي الحروف سمول. ماشي؟ اذا هذا الاسم، هذا الايميل، وهذا السل. اذا عندي انا هون هذا الحرف الاول بيجي كابيتال، اوكي، تو ابر كيس، والباقيات بيجي سمول. يعني هذا مش هيك موجود هون، طلعوا هون موجود الحرف الاول سمول، فهو هون مع بمعنى ايش؟ انه لو كان سمول، لو كان كابيتال، انا بحول الحرف الاول كابيتال والباقيات بسويهن سمول حتى لو مش سمول هن. هسه هون صدفة انه سمول ما فيش مشكلة. طيب غيره، بعدها في عندي البيلت، هون عملنا السكافولد وحطينا الشو بيبل. هون احنا بالسكافولد بدنا نحط الشو بيبل اللي هي هاي الميثود. هاي الميثود عباره عن ليست فيو دوت بيلدر. بايش بتفيدنا البيلدر؟ انه بتعطيني الويدجتس اون ديماند. يعني هاي ما بتبني كل الليسته دفعه واحده يا ادهم، هاي بتبني الويدجتس بحسب الاستخدام. يعني اول ويدجت حطيناها بينت لنا فيها محل على الشاشه، بنيناها فرجيناها. اذا الثاني مش فيش لها محل ما بتنبنى، لما بتعمل سكرول لفوق بين الثاني بتنبنى، وهكذا. هاي بتعمل بيلدينج اون ديماند. بدها شو؟ بدها اللينكث. ليش بدها اللينكث؟ مشان اذا ما بتحط اللينكث لما بتصل للاخر بتعطي ايرور. هذا كان السبب. بدها انت كونتكست، انت ايتم بيلدر، بتاخذ كونتكست ورقم، الرقم ايش؟ الويجت اللي بدنا نعمله ديسبلاي، وهذا الرقم هو بيتكفل بانه يعمل له تراكنج له. انا مش مشكلتي الرقم 6 7 8، مشكلته هو بدبر حاله. احنا قايلين له في 15 حبه وهي ندبر لحالها 1 2 3 4 الى اخره، فهو اوتوماتيكلي بيعرف رقم الويجت اللي هسه مبيني اخر واحده. تعمل سكرول بكمل تنصل نصل للاخر، بالاخر ما بعطي ايرور لانه عارف عددهم. اوكي طيب، هسه هون الفول نيم بروبر كيس، لاحظوا البيبل ليست اي نيم فيرست وبيبل ليست نيم لاست، مشان اطلع الفيرست واللاست اللي هن موجودات هون. هاي النيم واللاست جنب بعض، ملزقات ببعض. اطلعنا السل واطلعنا الايميل بنفس الطريقه. لاحظوا بيبل ليست حاطين اقواس مربعه، وهون عندي اقواس مربعه مشان اصل للمكان المطلوب. اذا لما بشتغل انا مع هاي الليست بشتغل باقواس مربعه. رجعنا الكونتينر، الان اطلعوا هاي كلها ستنعمل كالاتي. هذا كله عباره عن كونتينر واحد، اوكي؟ هذا عباره عن كونتينر، في جواته الصوره، في كونتينر لحالها، وفي عندي هذول موجودات في لا في عندي كمان رو، لا اذا هون شو عامل هون؟ في عندي كونتينر وجواته رو وبعدين كونتينر، مزبوط. اذا في عندي انا الكونتينر لكل شيء، في عندي كونتينر لهاي، وفي عندي رو لهذول التنتين مع بعض، وجوا الرو في عندي هون كولوم لهدول الموجودات في كولوم. اذا صفى عندي انا تو ايتمز جوات الرو. الايتم الاول عباره عن صوره، الايتم الثاني عباره عن كولوم، وكل التنتين هدول موجودات في كونتينر. اذا هون عملنا ريتيرن لكونتينر،
هون حطينا له ايدج انسيت يبعد 5 بيكسلز بكل اتجاه. رو في جواته تشيلدرن الكونتينر الاول حطينا فيه الايمج اللي مش راضي تطلع. لا بطلع هو مش المفروض هذا يكون مشكلة هاي، لأنه هسه إذا بدي أعمل بهاي الطريقة بدي أضطر أحط له زي هيك، فاهم علي؟ ما هو طلع، بس خليك معي، طلع هون هيو ال HTTP صحيح، شايف؟ هاي ال HTTP مظبوط، هذا موجود الصورة المفروض، يعني ما عندي مشكلة سينتاكس. لأن لو في مشكلة سينتاكس بتلاقي اليو ار ال غلط ولا لا؟ إذا هون فيش عندي المفروض مشكلة. على أي حال هسا بنشوف، بنكمل هسا، بنلقى الحل هذا. يعني هسا هاي ديفينتلي محلولة، يعني هاي هدول الصور موجودات، أنا مجربهم امبارح، يعني هدول موجودات، ما فيش مشكلة فين. هسا بندل وين الغلطة اللي أجت بالصور، مش قصة. طيب إذا حطينا هون كونتينر في جواته، من حطينا من الرايت 10 بيكسلز على أساس إنه هون يكون في مسافة. طب بعدين حطينا كولون اللي هو العنصر الثاني بالكونتينر، وحطينا له الفول نيم على شكل تكست، بعدين ايميل مع الهاد، وبعدين حطينا السل مع قيمة السل اللي جايت في كولوم، جايت العنصر الثاني في الرو اللي بيرجع لهذا الكونتينر إذا هاي الرسمة اللي المفروض تكون مبينة، ويبين معنى مين؟ يبين معنى الحكي هذا. هسا هون لو هذا الحكي لو حطيته على طلع شو صار عندي هون، لو حطيته انا على السيل فون، يعني لو بدي اطلعه هذا مش على ويب بيج، طلع على اليمين بصير يعطيني خطأ، صح؟ بصير يعطيني خطأ انه هذا الخطأ اللي طلع الاصفر معناه انه ما فيش مكان تبقى تعمل ديسبلاي للداتا المطلوبة، ما في مكان، اوكي؟ فهاي مبدئيا ممكن تنحل يعني جزئيا اذا هاي غلفتها باكسباندد. تتذكروا الاكسباندد شو كانت؟ اكسباندد كانت انه اذا إشي كبير ومش ظابط على الهارد، اكسباندد المفروض بتدبرها، اوكي؟ هسه هاي بعرف اذا اعطيني هون امكانيه طوالي احط له الاكسباندد، مش شايفه انا. طيب وين؟ هاي راب وذ ويجتس، وهون احط اكسباندد، تمام. اذا راب وجوج اكسباندد، اوكي. اذا هسه اذا بعمل هون ران المفروض انها تزبط، قصدي من ناحيه الخط الاصفر هذا، هسه مش من ناحيه الصوره هسه متفاهم عليها، الصوره رح تيجي يعني ما فيها مشكله، بس واضح انه هو بتاخر كانه في عنده مشكله بالشبكه، هيك ولا مره بتاخر في على اللابتوب. طيب ما بده يجيب شيء. هاي طلع بعد قديش؟ ماشي، هسا الخط الاصفر طلعه، الخط الاصفر مش مجاش مع انه انا قاطش، يعني طلع ادهم، هو عمل اطلع شوف اكزامبل كملها هون، يعني هو ما اعطى الخط لانه الاكسباندد دبرت الموضوع، الاكسباندد دبرت الموضوع. يعني هاي اذا بدكم تحلوها المشكله ممكن تنعمل باستعمال الاكسباندد، مشكله المسافات. هسا هذا المثال الاول، خليني اجي على المثال الثاني، وبدي اشغل طوالي الموجود عندي انا في المثال الثاني، وبرجع لهي الصوره. المثال الثاني تابع لنفس المثال الاول، تغييرات بسيطه على المثال الاول، تغييرات بسيطه راح اغير اللوك اند فيل، بس راح نعملهن هون. الليسته عندنا راح يكون صوره الواحد واسمه، صوره الثاني واسمه، صوره الثالث واسمه. هسا راح نقطعهن هيك يصير على شكل جريد، ويكون صورة الواحد وعليه في الاسم، يعني فوق الصورة في اسم على شكل ستاك، راح تكون فوق الصورة في اسم، فوق الصورة في اسم، ونقطعهم هدول على شكل جريد، اوكي؟ وهاي الليستة هاي راح تشتغل عندكم، يعني انا متأكد انه راح تشتغل، فيش عندنا مشكلة في هذا الموضوع، هسه بندبرها، بس انا بدي احط المثال الثاني مشان يكون الاكثر يعني مفيد لليوم، ولما بفلتكم بقول لكم وين كانت المشكلة، يعني رح تكون مشكلة تافهة على الأغلب لأنه الصور موجودة أنا متأكد. هذا الجريد هو طبعا هدول أسئلة من جوات
جوات الامثله من جوات الكتاب، هدول من جوات الكتاب المقرر، هاي كوبي. اه طبعا اسمع، هذا شيء طبيعي انه انا حطيته البيبل في الاسيتس، وايش طبيعي اني رحت هون على الباب سبيك وظبطته وحطيت جيت باب، هاي الاشياء بتعرفوها يعني، بداش حكي هاي. هسه هون اذا اجيت انا قلت له كوماند اي وكوماند في، ستاشر ايرور، هات نصلح الايرورز اللي عندنا هون. شو في عنده مشكلة؟ هاي اطلع على فوق، بروبر كيس مش مبينة. اه هذا بجوز لتحت شو اسمه، لتحت مسكرات هدول. طيب شو هون المشكلة؟ طيب هاي البوردر راديوس بدها تنزل لتحت، وهاي الديكوريشن مش عارف ليش. خلص اذا هدول التنتين كانت مسكرات خلاص. لا في بعد ايرورز، شو هون هسا في بعد البيلد، شو في بعد البيلد؟ قوس واحد بس، اذا هذا البيلد بعدين، اذا في هون كمان قوس. طيب شو بعد في هون؟ هون ليش في خط بروبر كيس؟ وين هي البروبر كيس؟ مش موجودة. استنى بجوز، مش بجوز ما نقلتهاش انا، هيا مش موجودة. اذا هاد هيك كوبي، وعلى اخر وحدة بدي احط بيست. تمام، اذا هي عملنا رن. هاي الصور اجت ما جتش، في عندي مشكلة صور، ملاحظ في عندي مشكلة صور، الصور مش قاعدة بتيجي. طبعا هاي انا متأكد هسه لما بتفلتوا بفلتكم على اجهزتكم الشخصية، بعرف شلون ليش مش طالعة معي، في سبب ليش مش طالعة. هاي كله حاط شغال 100% والصور موجودة على النت، يعني الصورة ما فيها مشكلة. بس هون الفكرة هي كالآتي، هسه الصور بنرجع عليها بعدين نتفاهم. هسا شو اللي صار هون؟ شيء مختلف، هون في شيء اسمه، في شيء اسمه البيرسن كارد. هاي البيرسن كارد الاول، بيرسن كارد الثاني، الثالث الى اخره. لاحظ شغله انه هسه المعلومات اللي هي الاسم جاي من فوق والايميل والسيل جايه تحت، هاي اول معلومه. هسه قبل شوي هذول كانوا بجنب بعض، هسه جاي بهاي اول نقطه. نقطه ثانيه طلع انه هاي موجوده بطريقه انه يا ادهم هون غامق وهون فاتح، هاي بسموها اللينير جريدينت. اللينير جريدينت ممكن تعمل اشي فاتح لغامق، او غامق لفاتح، اللينير جريدينت. فلاحظوا هون انه جاكي جاي، ها جو جو جوانا جاي على شريط، الشريط جاي غامق بالاول وفاتح بالتالي، والعكس هون، هون فاتح بالاول وغامق بالتالي. ماشي؟ إذا هاي اسمه، هذا اسمه لينير جريدينت. أوكي؟ إذا هاي النقطة ناخذها بعين الاعتبار. هسا طلعوا شنو بصير؟ هون أنا إذا صغرت هذا الحكي، شوف شو قاعد بصير، طلعوا كيف بتغير. وإذا أنا كبرت، فاهمين علي؟ هذا أوتوماتيكلي جريد فيو دوت اكستنت. هسا أنتوا هذا جريد فيو دوت اكستنت، إحنا عملنا جريد فيو بس دوت كاونت. الدوت كاونت شو كان؟ مثبت عدد الكولمز. الدوت كاونت كان مثبت على الكولمز، هون دوت اكستنت شو يعني؟ يعني صار مطاط، انت بتكبر وبتصغر بهاي الطول، بهاي الطريقه. اذا غير عن هيك الباقي بيشبه بعضه، اذا هاد الباقي بيشبه بعضه. هاي عندي الكونفيرت، اجزاء كبيره من الكود نفسها. هاي عندي المين، هاي عندي هون الستيتلس ويجت، وهون حاطين جريد فيو اكستنت ديمو، هاي الستيتفول ويجت. في له جزئين، جزء اول بصيبوش، الجزء الثاني البيبل ليست زي قبل شوي، الجيت بيبل زي قبل شوي نفسها، والانيت سيت زي قبل شوي، وهاي نفس الشيء تقريبا مع تغيير بسيط هالمره، انه حطينا فلوتنج اكشن بتن اللي هو هذا شايفينه تحت، في تحت فلوتنج اكشن بتن اذا بتشوفه هيو، يعني هذا كان ممكن اشيله ما في عندي مشكله. وهون بالستيت حطينا الليسته وسلمناها الليسته هون، وحطينا الجريد فيو دوت اكستنت، وهون طلع هذا الرقم له علاقه.
هذا هو اللي بالعرض، خلينا نقول اوكي هذا العرض. هسه انا بقدر هون عرض للكارد الواحد، اذا حطيت 100 بنفس المكان بزيد عدد الاعمده. هسه هيك بزيد عدد الاعمده، ليش؟ لانه انا حطيت 100 بس، راح يكون شكله طلع كيف شكله شنو اوكي، لانه هسه انا حطيت هون 100 كانت 300، هسه 100 حطينا، فبتصير بهذا الشكل. على فكره كانه بكل شيء هون طلع هاي اوفر فلو بيكسل مش عارف ايش، لانه صغرت له اياه كانه الى اخره. هسه الفكره هي كالاتي، اذا حطيت هذا الرقم مثلا 500 بتكبر الصوره، تكبر الصوره اللي عليها الحكي، طلع كيف صارت تكبر. يعني هذا الرقم هذا الشيء اللي بدك اياه انت، انك تحدد هذا الرقم قديش لازم يكون، واوتوماتيكلي بصير على كل شاشه عدد من الكولمز يعني مختلف بحسب حجم الشاشه. هسه هاي التشيلدرن تبعاته هون زي كل مره، هاي عملناها كثير مرات، انه البيبل دوت ماب، يعني بدي اخذ انا واحد واحد من هدول البيبل وارجع بيرسون كارد دوت تو ليست. هدول هاي الماب بترجع اي ترابل، مشان نرجع لستة يا فايزي، واحنا بحاجه لليستة لانه هاي التشيلدرن هي عباره عن لستة، مشان ارجع التايب الصحيح بنحط له البيرسون كارد دوت تو ليست. اذا هاي بنرجع البيرسون كارد اوبجكتس ليست باي ليست اوكي او ويدجتس. هذا عباره عن ستيتلس ويدجت، سلمنا البيرسون عندي هون، استلمناه على الكونستراكتور كول. البيل تبعتي بتشبه اللي قبل، طلع هدول زي ما قبل، هذا زي ما قبل، عندي ديكوريشن زياده، حطينا ديكوريشن او بوردر راديوس، هدول راديوس بوردر راديوس سيركولر 5، شو هدول تتذكروا؟ مشان الزوايا تدور الزوايا. البادينج الستاك، هسا ليش بدي ستاك هون التشايلد تبع التشيلدرن؟ لانه عندي الصوره وفوقها في الكلام هاد وهاد اوكي الكلام. اذا مشان هيك صار بدي انا هون استاك. هسا حطينا الصوره بالاول زي ما انتم شايفين هون، البيبل البيرسون بيكتشر لارج، صوره كبيره. هاي الويدث، الميديا كويري دوت اوف كونتكست سايز ويدث، هاي لايش تتذكروا الميديا كويري بتحكي هذا بتعرف بالضبط، هو عم نعرض الجهاز بالضبط، يعني الويدث هذا هو عرض الجهاز. اذا هاي بدنا اياها النقطه كمان. الفت هي مشان تاخذ كل المكان المطلوب، دوت كفر معناته تاخذ كل المكان المطلوب. بس انا هدول التنتين ببينش الافكت تبعهم لانه الصور مش طالعه، بس هاي لو انا شلتها اللي بصير انه راح يصير يسوي فراغات. واذا انا شلت هاي، اذا حط شلت له الفت بصير يحطها كانه بالنص. انت احنا كان بدنا انه الصوره تيجي على كل هاي المساحه بالكامل، مشان هيك حطينا الويدث، اعطينا قيمه ويدث واعطينا قيمه اعطينا قيمه الكفر هاي الفت، مشان تقعد على كل المكان. هسا اذا بتشيلها بحطها هو بطريقته، بحطها سموير هون وبصير في فراغات. واذا انت شلت هاي خليت الهاي وشلت الويدث برضه بصير في فراغات، بصير يحطها هون ويخلي فراغات. إذا بدناش فراغات والصورة تيجي تسكر كل المكان، بنحط الويدث وبنحط الفت. طيب إذا بعدها في عندي الكولم زي قبل شوي، وهدول نفسهم، يعني عندها حطينا كونتينر في جواته لا هون مش نفسهم لأنه حطينا الجريديانتس هسا بنحكي فين. إذا هون عندي كونتينر التشايلد تبعه، عندي أول شيء الفول نيم، بعدين سبيسر. هاي السبيسر هي اللي بتخلي إنه في بداية الحكي الاول بيجي في البدايه، وبعدين بننزل بحيث انه يتسنتر الحكي اللي بعده في النهايه، وهاي هي السبيسر. يعني هاي مساحه مطاطه، لما انت بتحطها سبيسر مش بتحط سايز ويجت وبقيمه معينه، سايز بوكس بقيمه معينه، يعني سايز بوكس تعطيها رقم 20 17 وبتعطي المساحه في البيكسلز، هون مايعه. يعني انت هاي بتسمح لنا انه نحط الوجت الاول فوق والوجت الثاني تحت، يلزق تحت، هاي السبيسر اللي عندنا. يعني اذا انا طلع اذا بشيل هاي السبيسر طلع شو بصير معي؟ فاهمين علي؟ هاي فوق بعض صارن 1 2 3
هسا السبيسر نزلت لتحت، هسا هون سبيسر بزبطش تحطه محلها سايز بوكس، اذا بحط سايز بوكس بعطيني سبيس ثابت. هون هذا السبيس متحرك بحيث انه بلزق لي السطر الاول فوق والسطر السطرين الثانيات تحت. اذا هون عندي انا الكونتينر الاول، الكونتينر الاول الاينمنت سنتر، مشان هيو مسنتر هون، مسنتر وهون مسنتر الاينمنت سنتر. البوكس ديكوريشن فيها جريدينت اللي هو اللينير جريدينت، اللينير جريدينت هاد بيوخد عندي هون الكولرز اللي هو عباره عن لستر الكولرز فروم اي ار جي بي، هاي هي الاوباسيتي وهاي الار جي بي. هسه انا بما انه مش معني بالار جي بي مصفرات، اوكي لما بنصفر معناته عندنا شو؟ معناته فيش لون، صح ولا لا؟ اذا 255 255 255 شو بيكون اللون؟ اسود ولا ابيض؟ بتحط كل شيء بيكون ابيض، اذا بتشيل كل شيء بصير اسود، اذا فيش لون معناته اسود، ماشي؟ اذا هذا والاوباسيتي بيكون من الاكثر وضوحا، هاي من هون من الاكثر سوادا للاقل سوادا. كل ما كبر هذا الرقم معناته نسبه الشفافيه بتقل، نسبه الشفافيه بتقل. فبتطلع علي انت هون، هون انا عندي اول شيء غامق بعدين بصير فاتح شفاف، اوكي؟ فهذا كل ما بتكبر الرقم بصير اغمق على الشمال وهذا على اليمين، هذول رقمين، هذا على الشمال وهذا على اليمين. هون رقم كبير معناته غامق، هون رقم قليل معناته افتح. هون انا بلعبش بالالوان، كان ممكن العب بالالوان مشان كمان اعطي لون لهذا الجريدينت، اوكي؟ اذا هاي اللينير جريدينت هي عباره عن هاي بنعطيها ل بروبرتي للبوكس ديكوريشن، اوكي؟ بعدين حطينا الفول نيم اللي هو تشايلد تبع هذا الكونتينر، الفول نيم بالستايل الوايت. ليش الوايت؟ لانه كانه لانه بجوز اسود على اسود ما يزبطش معنا هون، الوايت اكيد بزبط، ماشي؟ على الوايت كان ممكن نحط اي لون ثاني. السبيسر اللي هو اعطاني بحيث انزل لتحت تحت لاخر لاخر المكان المسموح فيه. حطينا كونتينر ايج انسيت مسافات، بوكس ديكوريشن زي اللي قبلها، جريدينت لينير جريدينت. هالمره العكس، حطينا من الاقل شفافيه الى الاكثر شفافيه. اذا هون بده يكون عندي اقل شفافيه، هون بصير عندي اكثر شفافيه، اوكي؟ اذا حطيناها، شو حطينا في التشايلد تبعنا؟ كولر اللي في جواته شغلتين، الايميل بي وايت والسيل اللي هو راح يكون عندي الوايت، وهاي البروبر كيس اللي هو زي اللي قبلها عندنا، اوكي؟ اذا هذا هو اللي عندنا. طيب انا هسه في اي سؤال؟ في اي سؤال؟ هديل بختان احكي معي يا هديل. واضح دكتور. تمام، مهدي عودي تكلمي معنا. انت مهدي، انت مهدي، انت مهدي قاعد هون خالص، اوكي. اذا هذا هو المطلوب. هسه اطلع شو بدي منكم هسه، اذا هذا الحكي مفهوم بدك تشغلوه عندكم، والان بدناش نطول هدول، بدنا نحط شيء صغير زياده نطوله بس الميل، بزبط او الفيميل، يعني بدك تحطها في ستيتمنت في مكان ما، صح؟ وتروح تدور بس على الميل، اذا ميل او اذا في ميل زي ما بدكم، نقوا واحده منهم تعرضوا المعلومات. احنا هون عرضنا للجميع، هسه بدك تنقي، بدك تنقي بناء على ايش؟ بدك تطول معلومه، البيبل ليست موجوده، بدك تقارن مع البيبل ليست وتطلع لي يا الميل مثلا او الفيميل، يعني ثلاث اربع اسطر اضافي لهذا المثال. انا بدي اياكم اسوي هاي النقطه مشان كمان تطلع الصور، لانه الصور اكيد طالعه. هسه انا الصور ما بعرف وين مشكلتي هون فيها، معقول يكون في، انا ما شغلتهاش على هذا الجهاز، شغلتها على اللابتوب تبعي وشغال، فبعرفش ممكن تكون المشكله وين، ممكن يكون في مثلا فاير وول عندي هون بمنعني من الصور، ما بعرف، المفروض لا. هسه بدور عليها. يلا تفضلوا اشتغلوا، في معكم بس اربع دقائق. بتعرفوا شغلي، شغلوا البرنامج اشوف انه المشكله عندي من هذا الجهاز ولا كمان عجزتكم ما فيش، بس شغلوه كوبي بيست. لهسه طمنوني، شو انتم شاعرين بهذا الكورس؟ شو وضع منيح؟ بده تغيير كفايه مادي لحد ما نشوف شو بقى منيح كله؟ احكي يا انت، يعني مستفيد شيء انه في شيء بده تغيير ولا الى اخره؟ لانه انا باخذ منكم الفيدباك بعدين كامل، نهايه الفصل بعد شهر.
بعد شهر بفضل الفيدباك كامل، بس هسه ببين معك اذا انت يعني ماشي معك الامور مش ملحق ملحق صعب سهل إيه شو لا انت مستفيد. لا مرات الطلاب بعطوني كومنت كثير بيطلعوا بتكون مفيده، مثلا هاي التوبيك مش مفهوم بالوقت الاخر، هاي الشغله سهله فوز عنها هاي كذا، فهذول مفيد انه بالفصل اللي بعده انا برضه اضيفهم مثال اشيل هون مثال، يعني مفيد هاي معلومه مفيد اذا بتحكي لي يعني. نعم بتحطيه ولا موجود على النت موجود عندك على العمود نزلته الفيديو بودكاست لكن دخلوا على الفيديو بودكاست الاول بتعملوا بودكاست انتوا على النت ما ببين عندكم انه في كويس صح؟ ببين انه في كويس؟ بين اول ساعه انا عامل دومايل بس اتاكد انت بسمع انه في طرق الواحد يفوت يقول في طرق حتى لو كان نعم لاني مش مستجيب لحد الان عملت السيتنجز بس مش عامل ابلود الفايل مش عارف اضبط لانه خايف ان المعقول واحد يقدر يفوت طول الفايل. لا اذا فريق دور طبعا ايش طبيعي بتشوف بس مرات بتسمع انه في هاكينج هيك لهذول السيستمز وبيقدر يلف ويدور ويطول والى اخره. فانا عملت السيتنجز تبعته بس ما عملتش طول الفايل. خليه لبكره هو بعد بكره لا كان فوق السبت اصلا خليه للجمعه نعمل ابلود. تمام هذه ممكن مالك هلو انا بفهم كويس مش فاهم صح هو انا بس جيت على الارض الماضي بدي ادري طبعا شيء انا هجيك نسبب كيف الاول انا هجيك اكيد انا بساوي اذا بدي بالاول ما في كيف مشكله الفكره هي انه بدنا يكون ايفن يعني ما يكونش شيء حدث مش فاهم جهاز في جهاز هذا الموضوع جهاز
طيب انا خليني اسكر هون الزوم. هدي البخيتان طلعت هدي شكلها يلا.